السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل حصر للريبار في الريفت. حصر يبقى سكادول، هقول له نيو سكادول واختار البيسز، وبعد كده هقول له ستراكشر ريبار واقول له اوكي، وبعد كده هبدأ اختار بقى ايه المعلومات اللي انا محتاجها. وليكن مثلا الطيب هيكون مثلا المارك، يعني تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها. ممكن الشيب ايمج الشيب، ممكن تختار بعد كده مثلا اقول له اوكي، وبعد كده ابدا اختار الحاجات هم موجودين اهمت. ده طيب استراكشر بار 1، استراكشر بار 1، وفي حاجات هي مختلفه. طيب يبقى ممكن نجي هنا في الخصائص واقول له انا عايز اعمل سورتنج، بلاش اتميز، عايز اعمل سورتنج من خلال التايب. طيب وتيجي بقى تشوف مثلا لو انت عايز تزود ال A ال B ال C ال D ال E. عايز تعرف معلومات عن الهوك في الأول وفي الآخر، وحط لنا الإيمج لو انت عايز تحط صورة للتسريح دوت. وبعد كده سكادول مارك، خلي سكادول مارك ده أول واحدة. بعد كده أقول له أوكي بالشكل دوت. طيب لو انت محتاج ان انت معلومة عايز تجمعها بتعلم عليها وبتقول له اديني الكالكوليت التوتال بتاعها. الصور هتيجي هنا عند الصورة هتلاقي 3 نقط تدوس عليهم وتبدأ تختار الصورة اللي انت عايزها. تمام، طبعا صورة للتسليح نفسه، فبتقول له عايز تضيف اي صورة انت عايزها. انا هضيف الصورة دي للمبنى كله، دي مش صح يعني بس تمثال يعني. تمام، طيب دلوقتي هقول له انا عايز اعمل شيت، والشيت ده هضيف فيه الريبورت كده بالشكل دوت. هتلاقي الصورة تظهر، يعني ما تظهرش في قلب الشيت، تظهر لما الشيت تتحط، لما ما تظهرش في قلب السكادر دوت، تظهر لما السكادر اتحط في الشيت بالشكل دوت. لو في أي رقم ناقص مثلا أو حاجة زي كده ممكن تحطهم بالشكل دوت، تعدل الحاجة بتاعتك. تمام، لو في أي معلومة مش مظبوطة تبدأ تتأكد منها تشوفها. المارك اهوت، طيب السكادر مارك، لو في أي معلومة ناقصة ممكن تتعلم عليه وتدخل تكتبها انت.